فرجون حميد يفوز بالمرتبة الأولى في القنص على الهدف الثابت. وهذا العودة من حقل الرماية الواقع بحمام فلكسة. عبد النور ما كاينش. عبد النور؟ راه جا عبد النور راه؟ لا ما عقبش. ايه دوبليني يا اخي. والله ما على بالي. ايوا دوبليني هدرت معاها مزيان. عيطوا قولوا لها الكورطة عيطوا لها عندك. ما عنديش. واش راه جاي النور؟ ايوا هذا كيبان ما كاينش. هذا هو الفائز بالمرتبة الأولى. ها يا حميد هذا هو الفائز بالمرتبة الأولى في القنص.